استاذه حنان، والله انا مين عمار الشريعي بالنسبه لك؟ بالنسبه لي يا استاذ عمار طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش هبقى موجوده دلوقتي. يعني هو كان بدايتي، انا بدايتي بدات معاه وانا 16 سنه، فهو كان البدايه الحلوه والصح، يعني ده نصيب طبعا. بس هو بالنسبه لي استاذ عمار مش بس كان ملحن ولا كان يعني حد حطني على طريق صح، لا هو كان بالنسبة لي أب وأخ وإنسان، لأن هو إنسان قبل كل شيء، وإنسان راقي جدا في تفكيره وفي معاملته مع كل البشر. وكان في البداية بيعاملني كأني طفلة، يعني كأني بنته تعرفتوا ازاي يعني. يا أستاذة حنان؟ والله لا أنا قصة معرفتي بيه كانت مش سهلة، يعني أنا كنت رافضة إن أنا أروح، لأن كان أستاذ عمار عامل مسابقة وكنت أنا لسه في أولى ثانوي في المعهد. حتى منى تعرف القصة دي، فكان في ناس بتروح يعني يسمع صوتها وكده، فانا كنت رافضه القصه تماما، انا مش مستحيل اروح عشان لحسن يقول لي صوتي وحش، ف يعني ايه اتصدم في بدايه حياتي. فالدكتوره اللي كانت بتديني العود هي اللي اصرت ان انا اروح، فروحت واكتشفت انه يعني كان فرحان بيا قوي، وقعد يقول لي هتبقي معانا، وما كنتش مصدقه وكده. الله. فيعني كانت صدفه جميله وكانت سريعه يعني بصراحه. فأستاذ نصيب. عمار بالنسبة لي يشكل لي حياتي الفنية تقريبا جزء منها، وهو عمل لي أحلى ألحان على فكرة، عمل لي لحنين فرد يعني من أحلى الأحلى، أو عمل لي ثلاثة بس أنا بحب فيهم اثنين جدا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.